اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي المؤشر واللي دائما أسلط فيه الضوء على حركة التداولات في بورصة الكويت إذا مشاهدينا هذا هو اليوم الثاني متداولات هذا الأسبوع مشاهدينا السيولة النقدية حتى هذه اللحظة وقبل إقفال باب المزاد وصلت إلى 36 مليون و 682 ألف دينار لكن حول جلسة اليوم ننتقل معكم سريعا إلى استديوهاتنا في بورصة الكويت وزميلنا عايد لانزي زميلنا عايد ابو عبد الله الله يعطيك العافيه ضعنا في الصوره في جلسه هذا اليوم الثاني من هذا الاسبوع مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم فعلا يوسف كانت بدايه ايجابيه كانت خضراء كانت قوه شرائيه جدا ممتازه لكن تحولت الى ضغط بيعي كبير جدا على معظم الشركات القياديه وتراجع الوطني بقوه وبيتك ومعظم الشركات القياديه تراجعت بصوره ملفته في هذه الجلسه ونتمنى ان شاء الله باقفال مزاد ان يكون مميزا وتعوض كثير من الشركات اقفالات لان قاعد اشوف الطلبات حاليا افضل من العروض خلينا نشوف مشاهدينا الكرام وياكم اللحظات الاخيره قبل الدخول في المزاد ومن ثم الدخول في المزاد ان شاء الله لكن اللي قاعد اشوفه وضعيه جيده لبعض الشركات الطلبات تفوق العروض في هذه اللحظات، هل تتقلص الخسائر ولا لا؟ راح يبين معي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام واللي قاعد اشوفه في هذه اللحظات فعلا هناك تعديل لبعض الشركات وهناك ضغوط بيعيه لشركات اخرى واللي قاعد اشوفه فعلا مشاهدينا الكرام يعني وضعيه جيده، وضعيه ايجابيه لاكثر من شركه في نهائي الوطني الطلب افضل من العرض حاليا، بيتك تقريبا في تقارب بين الطلب والعرض، نلاحظ بقيه الشركات الاخرى المشاريع العرض والطلب تقريبا على 112 تقريبا متساويين نلاحظ بقيه الشركات الاخرى مشاهدينا الكرام وضعيه جي يعني وضعيه الشركه بعض الشركات وضعية جيده امانه وقاعد اشوف انا امور جدا ممتازه في نهايه هذه الجلسه لكثير من الشركات واحنا دشينا المزاد في هذه اللحظات راح تتراجع شركات كثيره جدا المتحد الكويتي وضعيته جيده ما راح يتغير شيء الاهلي الكويتي راح يتراجع الاهلي الكويتي راح يتراجع في نهايه هذه الجلسه نلاحظ بقيه الشركات الاخرى مشاهدينا الكرام والنهايه مع هذه الجلسه والجلسه الحاسمه والجلسه اللي كانت يعني جيده ولكن شفنا السوق الامريكي تراجع تراجعنا شفنا السوق الأمريكي. اه هذه النهايه هذه النهايه مشاهدين الكرام والنهايه في نهايه هذه الجلسه واللي قاعد نشوفه فعلا مشاهدينا الكرام تراجعات على اكثر من شركه لكن يعني قفلنا في اللحظات الاخيره يعني اليوم لا 39 و50 ثانيه 39 و50 ثانيه لكن ما تغير شيء ما تغير شيء مشاهد الوطني كان 17 عدل 12 لكن تراجعت كثير من شركات السوق تراجعت كثير من شركات خاصه شركات السوق الاول مما يعني لم يتغير المؤشر كان 63 صار 60 نقطه حاليا للسوق الاول السوق الرئيسي 20 نقطه و14 نقطه تراجعا السوق العام 49 نقطه السوق 39 مليون و438 يعني اليوم السيوله متساويه بين العرض والطلب عند الوطني مشاهدينا الكرام يتراجع 12 فلس، عندي الخليج فلسين، عندي الدولي ثلاث فلوس تراجعا، عندي برقان يتراجع فلسين، عندي بيتك ست فلوس مطلوب في هذه اللحظات بوبيان الكل يتساءل معوض بوبيان اعتقد ان الامر يتعلق في تسهيل او اسهم التجارية اتوقع ان هذا الامر لان قاعد اشوف فعلا كميات تداول في الاونه الاخيره وضغوط بيعيه كبيره يعني السهم نزل يعني اكثر من 200 فلس في الفتره الاخيره اليوم 17 فلس اللي بيان بوبيان الكويتيه باربع فلوس تراجع المشاهدين الكرام وكذلك الاستثمارات الوطنيه 14 فلس بعد صعود الماراثوني والغو جدا في الاونه الاخيره للاستثمارات الوطنيه المشاريع على تراجع مشاهدين الكرام بفلس يعني كان المزاد كان طلب العرض كان أرزان تستقر في نهاية الجلسة رقمها كانت متراجعة وصلت إلى 107 أعتقد أعيان أعيان هي الأفضل وهي الأبرز رقم تراجعها فلس لكن عليها شراء جدا ممتاز 15 مليون و200 وصلت إلى 33 34 ولكن نتيجة التراجعات اللي حدثت في السوق تراجعت أعيان إلى مستوى ال 130 فلس تراجعا في هذه اللحظات أو في نهاية هذه الجلسة الامتياز فلس و14 فلس عقارات الكويت تستقر المباني مشاهدينا الكرام ب14 فلس تراجعا للمباني ونلاحظ الصناعات الوطنيه مستقره الكيبلات ب6 فلوس تراجعا السفن فلسين بوبيان بكماويات كذلك ب فلوس تراجعا اجلتي ب فلوس ارتفاعا هيومن سوفت 10 فلوس ارتفاعا والاف وثلاث فلوس والجزيره ترتفع 22 فلس وجي اف اتش ب14 فلس ارتفاعا وربا يستقر في نهايه الجلسه رقمنا كان في شراء اليوم حتى وصلنا 224 لكن الضغوط البيعيه اللي حدثت حاليا اسواق العالم قاعد تعدل صح متراجع اليوم لكن قاعد تعدل الذهب يخترق حاجز ال 2000 دولار في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام المتكامله فلسين تراجعا وشمال الزور باربع فلوس البورصه تتراجع 35 فلس البورصه القانم تكلمنا قلنا يتجه لمستوى 900 اليوم 900 القانم اليوم 900 القانم واضح مشاهدينا الكرام 900 للغانم فيما لاحظنا اليوم السوق الرئيسي افضل نوعا ما من السوق الاول يعني حتى في نهايه الجلسه 20 نقطه ولا شيء بالنسبه لكميه يعني عدد الشركات الكبير جدا الموجوده في السوق الرئيسي لكن الضغوط البيعيه اللي حدثت على السوقين يعني ادت الى هذه التراجعات والتراجعات الحاده والتراجعات الغير مبرره امانه على اكثر من شركه رغم ان ان جمعيه عميل اليوم بيتك رغم ان نتائج ماليه ايجابيه توزيعات مجزيه العائد على هذه التوزيعات اكثر من 7 8 الى 10% بعض الشركات بعضها يتجاوز ال 20% لكن لم تشفع هذه التوزيعات لكثير من الشركات لكن احنا نامل في قادم الايام ان تتحسن الامور الافضل ان شاء الله خلينا نكمل معكم السوق الرئيسي مشاهدينا الكرام ونشوف وضعيته في نهايه هذه الجلسه ونتمنى ان شاء الله مشاهدينا الكرام ان نغطي جميع جوانب السوق الرئيسي في هذه اللحظات لذلك ننتقل سويته للسوق الرئيسي ونشوف وضعيته عندي الاهلي على التراجع رغم أنه كان مستقر في بداية الجلسة وكفاءة المزاد يتراجع الخصوصية بفلس ارتفاعا مساكن ودلقان على تراجع وكذلك ثرية 15 فلس معروضة ثرية لأول مرة سهمين يتراجع ثرية ولكن معروض بسعر الاقفال 916 ألف التسهيلات تتألق في هذه الجلسة صعود فلسين إيفا بعشر الفلس صعودا والساحل تراجع 3.9 فاصلة تسعة البيت كذلك مشاهدين الكرام فلس وثلاثة عشر الفلس المركز المالي كذلك بتراجع وكميفك بثلاث فلوس تراجعا الأولى بارتفاع الخليجي 11 فلس الخليجي الخليجي 11 فلس تراجعا وبيان كذلك بتراجع كامكو يتراجع فلس وطني دوري القابض وصعود فلس يونيكاب يتراجع 4 فلوس فاصلة والصفات بتراجع فلسين فاصلة اكتتاب وصكوك في المنطقة الخضراء وكذلك نلاحظ نور كذلك في المنطقة الخضراء في هذه الجلسة آسيا كذلك في المنطقة الخضراء راسيات في المنطقة الخضراء آه الاهلية للتأمين وربا للتأمين على تراجعات ولاحظ كذلك الوطنية العقارية اليوم 13 الفلس يعني اليوم أنا الصبح أول من قادة التاولات هو إجيلتي. اجيلتي وكانت بوضعية اجيلتي جدا ممتازه ولاحظنا فيها دخول قوي جدا ولكن اجيلتي في النهايه حافظت على اللون الاخضر سبع فلوس صعود لكن كانت صاعده اكثر لكن كميه تداول زادت في نتيجه الضغوط البيعيه 5 مليون و393 ذلك الوطنيه العقاريه اختفت اثر اجيلتي ولاحظنا ارتفاع بثلاث اعشار النقطه الصالحيه العقاريه تتراجع باربع فلوس التمدين العقارية بيرتفع 4 فلوس، اجيال 26 فلس تراجعا، ونلاحظ كذلك عربيه عقاريه مرتفعه بعشر الفلس، انجازات الفلوس ارتفاعا، طبعا مطلوبه انجازات في هذه اللحظات، اعيان عقاريه بسبعة 17 فلس ارتفاعا، عقار بيرتفع فلسين فاصلة 9، ومزايا بنصف فلس ارتفاعا، واركان بأربع فلوس، ارجان على تراجع مع دبي الاولى، مدينه الاعمال بيرتفع فلس و 19 الفلس، مراكز بارتفاع بورتلاند كذلك بفلس، سكرنا مشاهدينا الكرام على 39 مليون 939. 39 مليون 939 الف دينار كويتي في نهايه هذه الجلسه 39 مليون 939 المعادن بتراجع السك كذلك كانت متراجعه اكثر لكن اقفلت بخمس فلوس تراجعا أه لاحظ الاستهلاكيه بفلس استهلاكيه كذلك من ضمن الشركات المتماسكه بصوره ملفتة يعني انا قاعد اشوف عيان واستهلاكيه تقريبا متقاربين في ادائهم وربا كابيتال بتراجع السينما 47 فلس ارتفاعا فنادق بتراجع 8 فلوس طبعا كميات بسيطه جدا نلاحظ بركه السلطان فلسين فاصله ثلاثة ارتفاعا وكذلك اريد بفلس في مرابط تراجع فلسين انظمه 4 فلوس المعامل 20 فلس بتروجال ب 20 فلس ارتفاعا امتيازات وتحصيلات على تراجع الى فنادق ب 20 فلس ارتفاعا المشتركه ب 7 فلوس ارتفاعا المشتركه اسس بتراجع فلس وكذلك يوباك ب 10 فلوس ولو 6 فلوس ارتفاعا ومبرد بيدفع 18 الفلس منتزهات ب 17 فلس تراجعا وطبعا منتزهات ثلاثة نقدي ثلاثة منحة التقدم التكنولوجي 24 فلس تراجع للتقدم التكنولوجي السور بنشركيد بثلاث فلوس تراجعا زياد بتراجع ونلاحظ القابضه المصريه في هذه الجلسه تراجع فلسين كذلك واس تي سي اللي كانت وصلت اليوم تقريبا 624 او 623 لكن ارتدت ومطلوبه في نهايه الجلسه على 631 ولا نقفل بان اليوم مراجعه فلسين يوم الخميس كان دخول قوي جدا للاجانب على اس تي سي وصعود مميز كان في جلسه الخميس الماضي وحافظت على هذا الصعود وهذا التماسك فيما المنار على تراجع فلسين وتسعه اعشار الفلس ننتهي هذه الجلسه مشاهدينا الكرام اللي كانت بدايتها ايجابيه ولكن نهايتها سلبيه. كان في دخول قوي جدا في بداية الجلسة على معظم الشركات وخاصة الشركات القيادية لكن بعد الاسواق العالمية وتراجع اسواق العالمية عكس السوق اتجاهه الى المنطقة الحمراء ولاحظنا الضغوط البيعية على كثير من الشركات وخاصة الشركات القيادية نامل في جلسة الغد جلسه منتصف الاسبوع ان تتحسن الامور افضل ونشوف وضعيه اكثر ايجابيه ونتمنى التوفيق للجميع وكل الشكر لك يوسف ولمشاهدينا الكرام. كل الشكر لك زميلنا عايد العنزي على هذا الايضاح لهذه الجلسه الثانيه من هذا الاسبوع مثل ما ذكر زميلنا عايد. اللون الاحمر اكتسى جميع القطاعات في تداولات هذا اليوم نلاحظ تباين جدا واضح في الامس كان اللون الاخضر والسيوله النقديه في ارتفاع اليوم ايضا السيوله النقديه في ارتفاع عن الامس ولكن نلاحظها ان اغلبيه السيوله تكون عن طريق البيع. مشاهدينا السوق العام وصل اليوم معنا الى 7000 و13 نقطه. السوق الأول سبعة الاف خمسة وتسعين نقطة السوق الرئيسي خمسة الاف أربعة وعشرين نقطة إجمالي عدد الصفقات تسعة آلاف وثمانية نقطة القيمة المتداولة تسعة وثلاثين مليون وتسعمية تسعة وثلاثين ألف دينار إجمالي الكمية المتداولة مئة خمسة وعشرين مليون وثمانمائة وستين ألف سهم. لو نسوي مقارنه سريعه مشاهدينا في جلسه الامس آه السيوله النقديه 31 مليون و892 الف واليوم 39 مليون و939 الف نقدر نقول الفرق آه بما يوازي 8 مليون دينار كويتي امس كان عندنا 104 مليون سهم و538 اليوم عندنا 125 و860 أه سهم اهم أه بعد في فرق ولكن مثل ما اكدنا وزميلنا عايد اكد ان اغلبيه التداولات كانت في عمليه البيع في هذا اليوم اجمالي عدد الصفقات اليوم 9800 وثمان صفقات وامس كان 6632 ونلاحظ ان في تخوف من المضاربين وايضا المتعاملين في بورصه الكويت بالنسبه لعمليه الشراء او عمليه البيع وهذه كلها اخبار ممكن تتكون تتنامى في الاخبار الجيوسياسيه سواء المحيطه في دوله الكويت وايضا داخل دوله الكويت وايضا الاخبار الاقتصاديه المهمه ولاحظنا مثل ما قال زميلنا عايد تباين حاد وايجابيه ملحوظه في الاسواق الامريكيه وبما ان الاخبار جدا سلبيه في افلاس بنكين امريكيين من اكبر البنوك الامريكيه وايضا خبر البطاله السلبي ولاحظنا ايضا اليوم الملاذ الامن منذ الصباح الباكر وصل الى 2000 دولار لكن مشاهدينا حول هذه التحليلات كلها أيضا ينضم معنا خبير الأسواق المالية الأستاذ ميثم الشخص أستاذ ميثم بعد التحية تقييم كل يوم لسلوك المتداولين في هذه الجلسة الثانية السلبية حياك الله أخي يوسف ورحب فيك ورحب في السادة مشاهدي تلفزيون الكويت مثل ما تفضلت أخي أبو عبد بأن هناك عملية كسر للارتفاع في جلسة اليوم في الصباح جلسة اليوم وعودة إلى عملية الانخفاض وتأثر في كثير من المعطيات ممكن المعطيات المحلية كانت أقرب من المعطيات العالمية تسريب النفط غربي البلاد يمكن أثر نوعا ما على نفسيات بعض المستثمرين وهناك طبعا استغلال مثل هذا الموضوع لذلك عملية الضغط على بعض الأسهم كانت واضحة في السوق الأول ثلاثة أسهم كانت كفيلة بتراجع اسعار يعني هذه الاسهم كانت كفيله بتراجع المؤشر بشكل كبير يعني اكثر من 60 نقطه يمكن هي نقاط كثيره خسرها السوق الاول خلال يعني هذا الشهر منذ بدايه الشهر وحتى نهايه جلسه اليوم 274.56 نقطه خسرها مؤشر السوق الاول بواقع 3.4 ليكرس الخساره منذ بدايه العام وتتجاوز 320.47 بواقع 3.95 يعني اقتربنا من 4% لخسائر مؤشر السوق الاول مؤشر السوق الرئيسي يمكن خلال هذا الشهر ايضا يتراجع اقل من مؤشر السوق الاول 124 نقطه فاصله 64 بواقع 2.25% حتى نهايه جلسه اليوم لتكون محصله مؤشر السوق الرئيسي منذ بدايه العام وحتى نهايه الجلسه 3.2 تقريبا في المئه هي تراجعات لمؤشر السوق الرئيسي بذلك مؤشر السوق العام يتراجع منذ بدايه العام ب 3.98% بواقع 278.98 نقطه بسبب ايضا تراجع المؤشرات المؤشر السوق الرئيسي والسوق الاول في هذا الشهر تحديدا هذا الشهر كان قبل ايام حقيقه هو بداية الشهر يمكن اول 5 ست ايام كان هناك ارتفاع وكان هناك تعويض لخسائر السوق شهري يناير وفبراير. مع جلسة المراجعة قبل يومين كان هناك أيضا تراجع عودة الارتفاعات مع السيولة المنخفضة. كان أمر متوقع بعد جلسة المراجعة. عادة جلسة المراجعة يكون هناك تداول كبير وتراجع في أسعار الأسهم. بعدها يكون تداول قليل في السيولة وارتفاع وارتدادة. لكن جلسة اليوم هي ارتدادة لكثير من الأمور يعني منها العوامل الجيوسياسية أو العوامل عفوا اللي هي العالمية بسبب الأوضاع الخاصة بعدد من البنوك كريدي سويس من جانب أيضا سيليكون فالي من جانب آخر وفيرنتشرز أو فيوتشرز عفوا من البنوك يعني تأثرت بشكل واضح في الولايات الأمريكية المتحدة وأثرت على الأسواق خوفا من عودة أزمة 2008 لكن التدخل كان إيجابي في هذه الأسواق والسلطات الأمريكية الفدرالية تدخلت بشكل إيجابي حتى الآن الكل يتابع الأوضاع هناك مع ذلك هناك انتقال لسيولة معينة ما بين هذه الأسواق من خلال المستثمرين الأجانب أستاذ ميثم طبعا مثل ما أكد زميلنا عايد وأنت أكد أيضا في بداية إجابتك على السؤال الأول أغلبية الناس اليوم يمكن نقدر نقول الجلسة كانت أغلبيتها في عملية البيع ولكن أكيد في أه أه خلينا نقول الصغار المستثمرين أو المضاربين في سوق الكويت الأوراق المالية أي الأسهم من خلال تواجدكم متجهة الأنظار بالنسبة للمتداولين اليوم هل كانت الأسهم القيادية أم الأسهم الصغيرة؟ نعم طبعا من خلال القيمة المتداولة اللي هي تربت من 40 مليون دينار تسعة وثلاثين ألف 39 مليون دينار طبعا 35 و 800 للسوق الاول فبالتالي السوق الاول يأخذ نصيب الاسد بفارق كبير جدا عن السوق الرئيسي اللي بالكاد تجاوز الاربعه مليون دينار حتى افضل الاسهم المتداوله في السوق الرئيسي لم يصل الى المليون اكثر من 600 الف دينار بشويه اس سي كان هو في مقدمه التداولة في السوق الرئيسي اما السوق الاول بيتك كان حاضر بشكل ايجابي ويعني ارتفاع في السيوله كبير اذا ما قارناه في سيوله بقيه الاسهم واضح ان ايضا بنك بوبيان كان عليه عمليات بيع وكذلك الوطني من جانب اخر لكن يعني اختراق سهم حقيقه الاجيلتي ما بين هذه الاسهم كان في المرتبه الثالثه بارتفاع محدود يعني وارتداده كان يعني مثل ما قال ابو عبد الله قبل شوي ان بدايه الجلسه كان هناك ارتداد لهذا السهم وقاد نوعا ما المؤشر الى ايجابيه لكن بعد ذلك شهدت الاسهم الاخرى التراجعات هذه الاسهم حقيقه مع اسهم اعيان كلها تداولت فوق المليونين دينار كل واحد فوق المليونين دينار بشكل كبير بقيادة الوطن عفوا بيتك اللي... اللي اقترب من 11 مليون دينار كقيمة متداولة في جلسة اليوم بالفعل أستاذ ميثم بيتك 10 مليون دينار كويتي والسيولة النقدية 31 مليون نقدر نقول نصيب الأسد دائما في بيتك كانت في السيولة النقدية ثلث السيولة النقدية اليوم يعني حصلت في سهم بيتك بنك بوبيان الوطني تقييمك اليوم بالنسبة للقطاع المصرفي في تداولات هذا اليوم حقيقة في هذه الأيام يمر القطاع المصرفي بمنطقة مشتركة ما بين التوزيعات السنوية والجمعيات العمومية السنوية وانتظار نهاية هذا الشهر مع بداية الشهر القادم احنا خلاص يعني تقريبا يعني ثلثين نقول احنا هذا الشهر انتهى باقي عشرة أيام و ندخل يعني او 11 يوم وندخل في شهر في ابريل وتالي شهر ابريل ينتظر ان يكون الاعلان عن الربع الاول بيانات الربع الاول واعتقد هذا الـ الـ يعني الاعلان مهم جدا في القادم من الايام خاصه القطاع المصرفي سيحدد كثير من الامور والقصص التي سيمر فيها القطاع المصرفي في عام 2023 دائما الربع الاول والربع الثالث يمكن من أهم الفصول والبيانات المالية التي يعلنها أي سهم في مدرج في البورصة الكويتية وخاصة القطاع المصرفي القطاع المصرفي الآن أمام تحدي جديد وهو هل ستكون هناك توزيعات نصف سنوية هذا الأمر أيضا يعني المستثمرين يراقبون السنة اللي فاتت على الرغم من الجمعيات العموميه كلها يعني وافقت في اجتماعها على توزيعات النصف سنويه للقطاع نعم. المصرفي الا ان شفنا بس الوطني اللي اعلن لذلك هذا العام ستكون هناك مراقبه ومتابعه لمثل هذه البيانات استاذ ميثم لاحظنا مثل ما انت اكدت وزميلنا عايد العنزي ارتفاع جدا واضح وايجابيه واضحه في البورصات العالميه الداو جونز كلها قاعد تكتسي باللون الاخضر وفي ارتفاع ولكن لاحظنا البورصه الكويتيه اليوم في انخفاض وانحدار واضح واللون الاحمر يكتسي جميع القطاعات السبب من هذا الشيء ما تكون ان معكسه البورصه الكويتيه مع البورصات العالميه يعني حقيقه مثل ما قلت يمكن الخبر النفطي الكويتي اليوم يمكن يؤثر على السوق الكويتي لل يعني للوهله الاولى مثل ما يقولون البدايه اعتقد ان علاج مثل هذا التسريب سيكون ارتداده ايجابيا للسوق للبورصه يمكن في جلسه الغد الغد عفوا اتوقع انه حيكون شيء ايجابي وبالتالي ممكن ان تكون رده الفعل السريعه وراء التراجع المخاوف اليوم في اي بورصه اسرع مفعولا من عمليه الارتداد والشراء لان عدم التيقن وعدم التاكد من ما تحدث من الامور الخاصه في الاسواق الاخرى هي وراء البيع لبعض الاسهم ودخول مستثمرين اخرين على الخط ويبيعون بدون التاكد مما يحدث في الاسواق العالميه مثلا او الاسباب الخاصه وراء تراجع الاسباب العالميه، لذلك الاسباب اليوم في البورصه الكويتيه محليه ممكن ان ترتد البورصه ان شاء الله في الغد مع اقتراب ايضا لا ننسى اقتراب شهر رمضان المبارك يعني الاسبوع القادم سيكون 100% ان شاء الله في في شهر رمضان يمكن احنا يوم الخميس فبالتالي المساله اعاده ترتيب موضوع التداولات في شهر رمضان وعلاقته ايضا في عمليه الانتظار للبيانات الماليه الربع سنويه كل هذه الامور تؤثر على القرار المستثمر لكن جلسة اليوم ما حدث من علاقة في الأسواق العالمية أعتقد أنه ليس لها يعني ارتباط مباشر تراجع أسعار النفط يمكن نسيت أذكر هذه النقطة تراجع أسعار النفط وخبر في صباح هذا اليوم أن هناك تراجع إلى 71 دولار تقريبا اسعار النفط هذا م. ايضا عامل يؤثر على اسواق المنطقه والبورصه الكويتيه يمكن اصبحت ارتباطها في اسعار النفط ارتباط وثيق يعني اكثر من 40% في كثير من الاشهر كان معامل الارتباط ما بين البورصه الكويتيه واسعار النفط. كل الشكر لك خبير الاسواق الماليه الاستاذ ميثم الشخص حول هذه المعلومات حول جلسه هذا اليوم في بورصه الكويت. اذا مشاهدينا لاحظنا التباين الواضح واللون الاحمر يكتسي جميع القطاعات في تداولات هذا اليوم ومثل ما ذكر زميلنا عايد وايضا زميلنا ميثم الشخص ممكن تكون اخبار جيوسياسيه على امل باذن الله تعالى ان يتم التعديل في تداولات اليوم الثالث وهي في الغد باذن الله تعالى حتى هذه اللحظه نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله